شوف سليم تبلوك شهاب. سليم وقت بتاعك. طيب انت اخترت كرت قص الدينار وكتبنا عليه سنجاب، تحب تغير؟ لا اوكي. شوف هلا اهم شيء انت بتعرف انه انا وياك مالنا متفقين، هذا الكرت انت اخترته وانت كذبت وهالمرة بطلع معك. يعني عليك يعني عليك. طيب شوف هلا يلي رح يصير، رح اخذ كرتك سنجاب حطه بنص الورق، فوته لجوا، تمام؟ اهم شيء نخربط الورق لحتى كرتك يضيع، ونتاكد كلياتنا انه كرتك ما راح يكون لا اول كرت لا الثاني لا الثالث لا الرابع لا الخامس، تمام؟ لا اول كرت ولا حتى اخر كرت. طيب الكرت انت اخترته لحالك صح؟ خليني اخربط الورق اكثر. اوكي شوف انت اخترت كرت قص الدينار صح؟ ليت لحالي رح اخذ هي البنت كرتك شيء؟ طلعت كرتك انا؟ لا طيب خليني اخذ البنت خليها بالنص، تمام؟ يعني رح يصير اني رح اخذ هي البنت واشرطها، اشرط راسي، تمام؟ شوف رح اخذ وخليه ملزق على جبيني واخذ بقيه الكرت. شو كان كرتك؟ كارت هذا اللي عم تقول عليه القص. طيب ركز معي. رح لا تلاقي يا بنتك دقيقة تعال 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 تعال، رح تلاقي يا قص رب دينار نحفظك. عليه سنجاب، بس هذا القص مشروط. اذا باخذ هي الشقفة يلي شربتها من البنت رح تلاقيها هي كمالتها، ليش؟ لانه حتى هي الشقفة صارت كمالة كرتك يلي انت اخترته. طيب خليني كب الشقفة. شوف هلا انا شارط الكرت، خليني اخذ الكرت واشرطه، تمام؟ شوف صورته رح تلاقي كرتك رجع مرة ثانية مثل ما كان، بس حتى لو أخذت السنجاب